صبحكم بالخير. عنا اشياء كتير تنقلكن اياها اليوم، لحنا نقلكن اياها بهدوء انكن تفهموها وتعرفوها. اولا تحية الى شعبنا بايران، تحية الى شعبنا بالعراق وبسوريا وبلبنان على هالموقف الوطني الكبير اللي اكتريتكن وقفته. بدي احكي شغلي تسمعوها كتير منيح، اسرائيل ما نفذت العملية بإيران، اللي نفذوها المعارضة الإيرانية، المظلومين المقهورين مثل كل شعوب دول الهلال الخصيب اللي محكومة من النظام الإرهابي بإيران بالعراق وبسوريا وبحزب الله بلبنان. إني نفذوا عملية مقتل النووي محسن زادي. نعم، وهيدي أكيد وبعتيكن هي حتى تكونوا أنتوا مسؤولين على اللي عم تسمعوا. إسرائيل بريئة ما عملته، عملوها المناضلين. بدي قلكن أكتر من هيك، خمس نسوين اللي نفذوه، معلش هي خذوها لألكم. تخبير الاصطناعي مصورة كل شيء، كل شيء بيتصور اليوم. طيب، اثنين، بيجيني تليفون اليوم من شاب صغرتاوي من بيريز، أهلا وسهلا، قال لي انه مكتب المحاماه اللي كلفه، قلت له اينه من اللي كلفته؟ يعني كلفت المحامي عند سليمان فرنجي هول اللي عاملين حيل المحاميين، ولا كلفت الوزير ميشيل إدي، الدكتور إبراهيم نجار، هالنوعية يعني في كتير مثلهم، الأستاذ الوزير السابق كمان خليل أبو حمد، هالناس الوزراء، القاضي يوسف جبران مثلا ابنه فادي جبران، في محاميين مهمين بلبنان. قال لي كلفت هذا هل هذا المكتب المحامي؟ قلت له أول واحد بالعالم. قال لي ابطالوا لسليمان توني فرنجية بموجب القانون اللي انعمل بالكونغرس الأمريكي. قلت له صحيح الحكي. قال لي شو عم تقول؟ قلت له صحيح، ينطول 100%، لأنه القانون إذا بتقروه منيح بتشوف كتار مثل سليمان توني فرنجية بينطولوا نبيه بري بينطول، مثلا هول اثنين في كتير بينطولوا، ميشيل عون بينطول، طه ونجيب ميقاطي بينطولوا. هلا خلوني ارجع لبيت القصيد، قلنا لكم هلا هول هالشغلات تسمعوها. يا اخوين، ايران ما رح تنضرب النظام الايراني. ليش؟ لانه القوى العظمى بالكرة الأرضية بعد محتاجة لهالنظام ينفذ التعهدات اللي التزم فيها، وهي إحدى شروط الأساسية، تدمير إيران، تدمير المنطقة العربية، تشوفوا العراق، تشوفوا سوريا، تشوفوا لبنان، هذا المثل قدامكم. اضعاف كتير الايرانيين اكتر ما انتو كلكن بتتصوروا، يعني تما تعيشوا بالاوهام. مثلا وقت اللي راح سليمان توني فرنجي زار ايران، تيبسلن ايديهم وياخدوا الطاعة ويفرجيهن انه هو مطيع، بس عملوني رئيس جمهورية، هلا برجع رئيس الجمهورية. اخذ معه واحد ما بعرف اذا كان قاري الماركسية بيدعي فيها، اسمه أنطوان مرعيب، اجا قال لو بتشوفوا طهران، لو بتشوفوا طهران، صغرتي السيدة صغرتي، الحي هذا كله من بيت مرقوس تطلع على السيدة صغرتي لتل طرابلس، لتل صغرتي، يعني بتمر بالساحل، متطور أكثر من طهران. بدهن يضحكوا على سليمان توني فرنجي ويستلموه وركضوا السقف بسقفه
بياخدوا معيشات هيك بدون ما يروحوا المحل من اللوتو من شكة، تيقعدوا عند عيروت قول يحكوا بيتحكوا على سلاماتهم الفرنجية ضحك ضحك هيك واحد واحدة بيتحكوا عليها ما بدو شيء وبيصدق. روحوا تشوفوا طهران وتشوفوا شو صار بهالدول هيدي كلها. إذا إيران متعهدة ما رح تنضري وما رح ينضرب حزب الله، وضعوف كتير ما بيعملوا حرب، وكل الأقمار الاصطناعية والأجهزة الأمنية المخابراتية بالعالم من الصين إلى روسيا بيعرفوا أنه إيران ما بتقدر تعمل حرب، ما بتقدر، ما عندها إمكانيات. إذا بدها تستعمل مين؟ شيعة العرب أخواننا البعض منهم بدها تستعملهم، وعم بيجيبوا مرتزقة يعطوهن معيشات. معيشات على حساب مين؟ على حساب الشعب الإيراني، على حساب الشعب العراقي، على حساب الشعب السوري، وعلى حساب الشعب اللبناني. إذا مالكم بس عم بيدفعوا تجيبوا مقاتلين مرتزقة مثل مبارح سوداني قول مرقوع على تهريجيات بس ما بيقدروا يعملوا حرب. إذن شو هو المشروع؟ المشروع إيران بدها تكفي بواسطة هالناس بالداخل بحرب شيعية سنية إسا بتاكل الأخضر واليابس والحجر. اكلوا الأخضر واليابس، إسا في الحجر بيدمروا. هيدا كل المشروع. ليكو الشعب الإيراني له فضل على الغرب، انتو ما بتصدوا هالحكي لأنكم ما بتقرأ. وقت اللي السلطان سليم الخليفة تبع الأمبراطورية العثمانية، ما بعرف إذا بيقولوا له الخليفة كمان، وصل على بيريز، اتصل الغرب، الغرب المسيحي، خليني بالتفصيل الدقيق كتير، بالصوفيين بإيران، وهجموا تركيا من الخلف. انجبر السلطان سليم الأول ينسحب من فرنسا من أوروبا ورجع على تركيا تيقاتل الصوفيين. إذن الغرب المسيحي بالذات ما بينسى هالشي للإيرانية على هالعمل اللي عملوه لنا. مع هذا وكله ثلاث ثورات انتفاضة ثلاثة للشعب الإيراني البطل ضد النظام الإرهابي تبع علي خامنائي والخميني، ما ساعد الغرب وسكت وترك بالحقيقة ساعد كمان النظام الإرهابي الحالي برئاسة علي خامنائي، ساعدوا حتى ضرب الانتفاضة ثلاث مرات، قتلوهن وفوتوهن على السجون وعذبوهن، ما في شي ما عملوا. ليش؟ لأن محتاجين لألهم. كل شي عم بيعمل حسن نصر الله لسه ما تحكي، بيتحاكم مثل محكمة نورنبرغ جريمة حرب. ليش؟ بعد عيب زينة. شو هو العيب زينة؟ حرب شيعية سنية طاحنة، واللي بيقلكم منجية عم بيكذب. كله هيدا ما بينفع. هلا بدي يرجع لسعد الحريري، ولك عملت اثنين فيديو قلت له المصطفى أديب حط بصمتك بتاريخ لبنان، وخلي الرئيس رشيد كرامي يطلع من قبره ويقلك أنت هو ابني الذي به سررت، شكل حكومتك، خليه يرفض ميشيل عون وطلعوا البرة للإعلام اللي سلمته حكومي كل واحد باسمه وبحقيبته. ما عمله مصطفى أديب ولكن تصرف تصرف كتير لايق. سعد الحريري هلا ما بده شيء، نفس الشيء. كل الناس بالدول العربية عم تسمع الفيديوهات تبع، في واحد لازم ينقعك على روسك ويقول لك اسمعوا هذا ايش عم بيحكي، طلع سلم وسوط بعد ما تطلع على البره وسمي الحكومة مثل ما قلت المصطفى أدي، حط بصمتك وعود. الحرب الشيعية السنية جاي ما فيك توقفه، ما بتقدر، لأنه الدول الكبيرة العظمى بدها تخلي الإيرانيين ينفذوا التعهدات اللي التزموا فيه. هذا كل الموضوع. ليه بقى تبرموا عشي؟ ليه بقى تضيعوا وقتكم؟ سليمان توني فرنجي قلت لك أنا، انت وجبران باسيل منكن ويرتين برئيسة الجمهورية،
لأنكم ممكن شايفين قدامكم هذه الخرفنة مثل ما قول كمال جملوت اللي بيفكر برئيسة الجمهورية بيصير خرفان صوير معكم خرفنة. أولا منكم متعلمين علوم عالية ما رحتوا على جامعات كبيرة وما بتقرأ، ليش بكم تقرأ؟ اللي بياخد هالمليارات هيك على الهين بيحطها بجيبته بدون ما يتعب، اللي بده يشتغل بجولدمان ساكس يا حرام انتش بده يدرس. شوفوا وزير خارجيتنا القادم، روحوا تفرجوا شو داريس، روحوا تشوفوا السي في تبعه كيفيه. نعم انتوا اللي عم تحكوا بقصة بنك صيني وما بنك صيني، سيدي اذا كان فيك تجيب مليار دولار وديع للبنك انا بجيب لك تشاينا بنك يفتح فرع ويحط راس مال. اذا فيك تجيب مليار دولار وانت عمال مدير عام، طبعا ما بتعرف تمضي اسمك ليه بالعربي وليه بالفرنساوي، بس عمال البنك فوت معنا ب 25% لما بتقدر تجيب وديع الناس وفيها الثقة الكبيرة، ولا شو تبهور الوقاية قدامك؟ مليار دولار ما فيك تجيب، إذا فيك تجيب وديع للناس ب 200 مليون دولار أنا أي تشالنج. طالما أنت عم تحكي بهالبنك أو أنك حكيت أني أنا جبته على لبنان، ما بحدا يفوت على البنك، كل واحد خوض حدودك. رحم الله امرؤ عرف حده فوقف عنده، هذا كلام واضح وصريح واسمعوه بقى. وحيش بقى كل واحد هيك بيقف وبيحكي لبنان هين وانصروا. المهم يضل في ناس مثلنا مثل من عن يكتبوا، وجو المؤرخين بيشوفوا هالمستندات اللي مكتوب شيء صحيح بيحطوه، وشيء منه صحيح وهم بيشيلوا، بس بيكون في تاريخ للبنان يقرأ كل واحد منه هده. مش كل واحد بيقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماء، يا الله يا الله يدخل ملكوت السماء، مش صحيح الحكي. كل واحد عنده ريزومي وعنده سي في. أهلا وسهلا فيكم، تكرم عينكم سليمان توني فرنجي وجبرون بيسيل، ما قالكن علوقة برئيسة الجمهورية. في فرد حل سليمان توني فرنجي وجبرون بيسيل 500 مليون دولار، عنكن علوقاتكن بجنيف ومتعشيين معا بمونتو كارلو بجنيف عدة مرات، اثنين كن سوي قولوا لنا احنا منقدم للمؤسسة سنتر دو اوف ريسيرش مركز الأبحاث بدولة إسرائيل 500 مليون دولار، كسر عن رقبة علي خامنائي وحسن نصر الله، بيفوتوا اثنين مثل التوتو على البرلمان وبيصوتوا لكم 500 مليون دولار. سورقين كتير مال من لبنان، سورقين بالمليارات مش بالملايين. أهلا وسهلا فيكم.